السلام عليكم، جيسبر كو زالي بيان. اليوم جبت لكم اون روسيت تاع ان غوتي هايل وساهل وسورتو بنين بزاف. تبعوني حتى لافان باش تشوفوا كيفاش وجدتو. نسحقوا 120 مليليتر تاع الماء يكون دافي، مغرفه كبيره تاع الخميره، زوج مغارف كبار تاع السكر، لافاني، اون بوات تاع ياغورت فاني، ونخلطهم مليح باش تبقى الخميره. نزيد لهم 370 غرام تاع الفرينه، نزيد نص بنص. نزيد مغرفة صغيرة ملح، نضم العجينة مليح، نضمت لي مليح. نزيد لها مغرفه كبيره تاع الزبده ولا مارغرين تكون طريه. سين ندخلها مليح مليح ونعجنها واحد 3 حتى 4 دقائق. هنا كي تعجنت لي مليح العجينة ولات لي طرية، خليها تخمر ساعة كاملة. مور ما خمرت لي مليح العجينة نحيها غير بالعقل، ما نحيلهاش الهواء اللي داخل. ندير شويه فرينه نحطها، نزيد نحلها ان كاري ولا ان ريكتانغل. كي كملتها كامل نحيلها هاد لي كوتي ونعطيها اون فورم، نقطعها على دي بتي كارو كيما راني ندير هنا، يكونوا ما خشان ما رقاق. نحطهم يزيدو يريحو 20 دقيقة ومن بعد نطيبهم. هنا مور ما خمرولي هاهم لي كنشوف كاش تنفخو، نروح نطيبهم ديراكتومون. هنا حطيت زيت سخن ما نعمرهاش بزاف ونبدا نحط فيهم يطيبو.
طيبهم لي دو كوتي، كي يتحمروا يدو اون بيل كولور دوري نحيهم. هنا كي طابولي شوفو كيفاش جاو، جاو محمرين بيان وخفاف. نجيب حاجه نتقب بها كيما درت انا، نتقبها في الوسط بيان. بعد جبت ساكا بوش درت فيها شوكولا تارتيني، تقدروا ديروا بلاست الشوكولا، ديروا المعجون ولا ميم كريم باتيسيير، ونعمرهم لداخل. هاي كيف جات. كي كملتهم كاع هنا نرش عليهم شويه سكر غلاس. هنا اللي يحب يدير هكذا الديكوراسيون، اللي ما يحبش يقدر يخليهم بلا ما يدير والو. وانا هنا حكمت ساكابوش الشوكولا اللي قالت لي زدتها بالفوق، زينت بها. هاولي كاش جا الكوتي، دوك نقسمكم وحده باش تشوفوا كيفاش جا من الداخل. جا فريمون هايل، دونك ان شاء الله تسيوه وتقولوا لي في لي كومونتير. لحقنا لا فان تاع لا فيديو، جيسبر كو لا ريسيت تاع اليوم تكون عجبتكم، ونقول لكم على بروشين ريسيت ان شاء الله. سلام.